أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي، أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ الأعزاء متتبعي القناة وكل التلميذات والتلاميذ، أهلا بكل أولياء الأمور. إذا النتائج قربوا يطلعوا، قربي تشوفوا النتائج ديالكم، إن شاء الله تجيبوا نقط عالية تفرحوا والديكم، وكذلك تجيبوا يعني مراتب أولى. إذا بالنسبة أنا جيت لكم اليوم بواحد البرنامج لكيفية حساب معدل للمستوى الثالث والرابع والخامس ابتدائي، يعني على حسب مسار. إذا كما كتعرفوا أنكم كتدخلوا مسار كتشوفوا غير النقط، وشحال من واحد ما كيعرفش يحسب معدل. أنا جيت لكم بهذا البرنامج، هو من تصميم قناة تعلم مع آدم وإياد، اللي كيحسب لك المعدل. كذلك واحد الحاجة خاصكم تعرفوها، ان يعني كيوقع اخطاء، يعني ملي كيدخلوا مثلا الاساتذه بالبيسي كيوقع اخطاء، مثلا بغى يدخل 8 ممكن يدخل 6، يعني الاباء او يعني ما كيمشوش للمدارس كيقول مثلا راه ماشي مشكل، يعني 8 6 راه ما عجبش الفرق بزاف في المعدل، ولكن عاد تشوفوا ان هذاك الفرق يعني مثلا غير كانت النقطه يعني ناقصه في مثلا واحد المشروع ولا مثلا واحد الوحده راه كينقص حتى المعدل العام، يعني وكيكون كذلك فرق كذلك صف النقطة، وكذلك مثلا غير المراتب الأولى ما بين مثلا الرتبة الأولى والثانية كيكون غير فرق ديال واحد الفصيلة، ومثلا يعني أكان فرق غير في واحد المشروع ولا مثلا في واحد الوحدة راه كيكون فرق في النقطة، يعني راه كيكون تغيير كبير. إذا غنشوفوا أن كيفية حساب المعدل بهذا البرنامج. بالنسبة للرابط ديالو راه خليته في الوصف. إذا غنشوفوا واحد النموذج كيفاش كيحسب المعدل. أول حاجة خاصكم تدخلوا النقط ديال الوحدات كاملين. إذا غنشوفوا نموذج واحد يعني ديال واحد بيان النقاط، مثلا دخلوا في التربية الإسلامية مثلا عندخل 8.62، كما كتعرفوا هذا المعدل ديال التربية الإسلامية راه كدوزو جوج نقاط، يعني كدوزو جوج امتحانات، الامتحان الأول والثاني، يعني تقسيم جوج كيعطيكم معدل ديال التربية الإسلامية في آخر الدورة، فهمنا؟ يعني أي وحدة كدوزو فيها جوج امتحانات المعدل ديالها كيساوي النقطة الأولى زائد الثانية تقسيم 2. إذا غنمشي مشروع الوحدة، مشروع الوحدة مثلا ندخلو فيه 6، غنمشيو التعبير كتابي مثلا كتدخل النقط ديالك مثلا 10، مثلا غنمشي القراءة مثلا غندخل مثلا 8، غنمشي مثلا الإملاء غندخل 9، غنمشي مثلا التطبيقات الكتابية غندخل 9.25 مثلا، غنمشي الاستماع والتحدث مثلا غندخل 8، الجهة عندها علاقة بالعربية والجهة الأخرى ديال اليسار عندها علاقة بالفرنسية، غنمشي مثلا النشاط العلمي غندخل فيه مثلا 10، غنمشي مثلا التربية مثلا الفنية ندخل فيها مثلا 8. اذا هنا سالينا العربيه، غنمشي للديكتي هادشي اللي عنده علاقه بالفرنسيه، مثلا ديكتي غندخل فيه 10، اكتيفيتي اورال غندخل فيها مثلا 9، مثلا غنمشي للبويزي غندخل فيها مثلا 9.5، غنمشي للليكتور غندخل فيها مثلا 7.5، غنمشي مثلا اكريتور كوبي غندخل فيها مثلا 7.75. كما قلت لكم هذا النقطه يعني كيكونوا جوج امتحانات، النقطه الاولى زائد الثانية تقسيم جوج، غنمشي مثلا اكزيرسيس اكري غندخل فيها مثلا 9.5، غنمشي برودكسيون دو ليكري غندخل فيها مثلا 10، وغنمشي مثلا بروجي دو كلاس هذا مثلا المشروع ديال الفرنسية غندخل فيه مثلا 8. اذا غنمشي للرياضيات، مثلا الرياضيات غندخل فيها مثلا 10، ومشي التربية البدنية مثلا وندخل فيها مثلا 8. اذا هنايا دخلنا النقاط ديال جميع الوحدات، اذا غنعمل حساب المعدل. اذا حساب المعدل عطاني 8.84. اذا انطلاقا من النقاط ديالكم، اذا كما قلت لكم هذا المعدل ديال التربية الإسلامية ديال الدورة كيكون فيه النقطة الأولى زائد الثانية تقسيم 2، وكتدخل معدل التربية الإسلامية. اذا غنشوفوا غير مثلا يعني ممكن تبدلوا وشوفوا اشنو غيتغير في المعدل العام. مثلا انا جبت انا مثلا في القراءة 10، اشنو غيتبدل في المعدل العام؟ وكما قلت لكم راه كيكونوا اخطاء يعني في الطاباج كتابي في الكلافيي، ممكن مثلا عوض 8 دخل 6، وانك يكون فرق يعني غير فصيلة، ومثلا الرواتب يعني مثلا المراتب الاولى مثلا المرتبة الاولى مثلا الرتبة الاولى والرتبة الثانية والرتبة الثالثة راه كيكون فرق غير قليل فصيلة، يعني نقطة واحدة ديال واحد الوحدة ممكن تغير داك المعدل العام. ردوا البال هذه القضية، مثلا غنجي نبدل هنا مشروع الوحدة في 6، ولكن انا شوفوا المعدل العام شحال فيه 8.4
84. هنا عندي مشروع الوحدة غندخل كنصان دخل 8، شوف شنو غيتبدل في حساب معدل، حساب معدل شوف شحال تزاد، وهذيك الفصيله غير الفصيله ممكن تبدل لك الرتبه ديالك، عوض تكون مثلا الرابع ولا الثالث راه ممكن تجي الاول. هاد الطريقه هاد التطبيق هاد البرنامج راه حاولوا، راه كاين خليتو لكم الرابط ديالو في الوصف، حاولوا تدخلوا وتشوفوا المعدلات ديالكم قبل ما يطلعوا في مسار ولا قبل ما تاخذوا النتائج ديالكم. اذا كنتمنى لكم التفوق الدراسي، كنتمنى لكم حظ سعيد، وكنتمنى لكم تجيبوا نقاط عاليه. اذا شكرا والى اللقاء، وسنستمر ان شاء الله في العطله بعرض مجموعه من التطبيقات التعليميه اللي تقدر تفيدكم. شكرا والى اللقاء.